مرحبا نسرين. عفوا ايلا، ما كنت عارفان، يعني لولا اوندار ما كنت دريت شو بدي اقول لك. الحمد لله على سلامتها مع البشر. طلعت على اسطوح المدرسه يا كنان، للحظه حسيت حالي رح جن. طيب خلص، هاي مرقت على خير، الحمد لله انه ما صار لها شيء ابدا. هن بعتوا الفيديوهات لكل الطلاب، تصور انهم بعتوها للكل والكل فكر انه هي بدها تقتل وفا. بنتي تدمرت، جمرة ما بتستاهل شي من هاد، كله بسبب الشاب يلي اسمه علي. بس ما رح اتركه ينفذ كنان، رح حاسب يلي عملوا هيك ببنتي، فهمان علي؟ طيب طيب ماشي، اهدي انت شوي. طيب بس شو رأيك انت، انت تهتمي ببنتك وانا بهتم بالباقي، اوكي؟ لازم تضلي جنب جمرة، مو هيك؟ وكمان لازم تضلي هادية بهاي الفترة. اذا بتسمحي لي معلش شوف جمرة شوي. طبعا اكيد. انا صار لازم اروح حبيبتي، حكيت مع اوندار بس ضل بالي مشغول على جاكري، فلازم اروح هلا. تمام، شوفك. شكرا كثير لك. يلا تفضل. تفضل. ما بتصدق قديش أنا خايفة نرجع للأيام القديمة. بالزور لقدرت خلي جمرة تتحسن. ما رح يصير هيك شيء، لأنه جمرة بنت قوية ومتأكد أنها رح تتحسن بأقرب وقت. بعدين رح ترجع بين رفقاتها على المدرسة. نحن كلياتنا منحبها لجمرة كتير. يا ريتك تضل لحتى تتحسن جمرة. بعتذر، بدي روح، كتير حابب ضل بس في عندي مشاوير لازم أعملها. بالمناسبة ممكن يتصلوا فيكي، فلو سمحتي خليكي هادية واتصلي فيني فورا، لا تنسي. ممكن؟ تمام ماشي بابا، بشوفك. يعطيك العافية. الله يعافيك. واخيرا الأميرة فتحت عيونها. كتير منيح الحكي. هالمرة الأمير تجاوز حدوده كتير وغلط غلطة كبيرة. الأميرة ما حق تزعل منه كل حياتها. أنا آسف، بعرف إنه قد ما اعتذرت هالشي ما بيكفي أبدا. حياتي كلها ما في ولا حدا بحبه أكتر منك، ولا حدا بنوب. أنت الطرف المنيح بحياتي. جامرة، من لما أنت بعدتي عني وصارت قصة التجسس وقعت بدوامة، عم أعمل شي ما بدي إياه وبالأخير ندمت كتير، بس طلع الموضوع عن سيطرتي. سامحيني جمرة ولا تخليني بهي الدوامة لحالي. أنا بترجاكي، أنا ما بعرف لوين بدنا نوصل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.